مساء الخير. ترامب يهدد الأسد بثمن باهظ بسبب الهجوم الكيماوي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية مساء السبت، ونفذه النظام السوري بحسب ما أكدت تقارير. مقابلة مع أحد أخطر مقاتلي داعش البريطانيين سيئي السمعة الملقب بشفيع الشيخ، والذي اعتقل مؤخرا في سوريا من قبل القوات الكردية. هو عضو فيما يسمى البيتلز، مجموعة من 4 أفراد خطيرين في تنظيم داعش. المقابلة تعرض في استوديو الآن. ولي العهد السعودي يصل فرنسا، حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعددا من المسؤولين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ولتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.